السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أهلا بيكم يا كل متابعين وكل حبايبي على القناة، قناة في دي غيرك مع ندى. النهاردة هتكلم معاكم على أضرار الكاتل أو الغلاية أو الهيتر. طبعا أنا جبت حاجة صحية تحافظ على صحتي من الغلاية، جبت لكم البراد الاستانلس ده، اشتريته طبعا مخصوص عشان خاطر اتخلص من الكاتل اللي عندي. ادي البراد اللي انا اشتريته، براد استانلس. والله الحاجات غالية جدا اليومين دول، البراد ده ب150 جنيه، غالي عشان خاطر استانلس اصلي. فانا عشان احافظ على صحتي وعلى صحة ولادي قلت مش يعني مش خسارة في ولادي. الغلاية بيقول انها بتجيب دوخة ودوار وحاجات تانية كتير، ان شاء الله كده هتكلم معاكم بعد شوية عليها، بس حبيت افرجكم على البراد اللي انا اشتريته وقلت احافظ على صحتي وعلى صحة ولادي ان شاء الله. كلنا طبعا في بيوتنا بنستخدم الغلاية، بس انا هوريكم الاضرار بتاعتها. اكيد لما تعرفوا الاضرار بتاعتها مش هتستخدموها طبعا تاني، يا اما نستخدم غلاية تكون مطابقة للمواصفات. كله ده هعرفكم عليه بعد شوية في الفيديو، فياريت تشوف الفيديو لاخره، لان في حاجات بتحصل لنا في جسمنا وبنية وبنروح نكشف ما نعرفش سببها ايه. كله ده بيكون اضرار من الغلاية البلاستيك او الالومنيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا انا هكلمكم على الاضرار بتاعت الغلاية او الهيتر او الكاتل، ايا كان المسمى اللي احنا بنسميه، بس هي في الاخر نوح هنقول الغلاية. طبعا في الاونه الاخيره دي انتشرت جدا في البيوت المصريه وفي المقاهي كمان، يعني في الكافيهات والحاجات دي، لسرعتها يعني سرعتها واختصار الوقت، فهي بسرعه ممكن تعملي الشاي، ممكن تعملي اي حاجه بيها، بس ليها اضرار جامده لو كانت هي مش مطابقه للمواصفات. الكاتل دياتي لو كان مصنوع من بلاستيك او قلبه مصنوع من بلاستيك او داخل فيه ألومنيوم او بلاستيك، ده بيضر الصحة جدا. طبعا مش انا اللي بقول ده، طبعا كان في مقالة في اليوم السابع منقولة يعني عن الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس ومستشار المركز القومي للسموم. قال ان الغلاية دي الغير مطابقة للمواصفات المصنوعة من الألومنيوم، بتنتج عنها يعني تأثيرات ضارة على وظائف الكلى والكبد. ليه بتأثر على الكلى والكبد؟ وتأثر كمان على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي للإنسان، بيخلي الإنسان غير متوازن ومصطحب معاه خلل نفسي وسوء تصرف وحركة زايدة عن اللزوم، يليها خمول شديد. ده كله تأثيرات الغلاية او الكاتل اللي غير مطابق للمواصفات. يعني انا بفضل لو كان كاتل مثلا معمول مثلا من البايركس يكون احسن، بس ما يكونش برضو الغطاء بتاعه بلاستيك او الومنيوم. الحاجات اللي داخل فيها الالومنيوم والبلاستيك بالذات دي مضرة جدا. يا اما لو كان الومنيوم يبقى مطلي من الداخل بمادة التيفال. طبعا الدكتور عمرو اضاف للموضوع ده، قال ان المية اثناء غليانها بتتفاعل مع التركيب بتاع الغلاية او الكتل. لما بتتفاعل طبعا المية تركيبها بيتغير، فالسموم بتتراكم اللي موجودة في الالومنيوم او في البلاستيك او الحاجات دي. فالكلى هي وظيفتها انها بتخلصنا من السموم. طبعا لما تتكدس السموم في الجسم بتأثر طبعا على وظائف الكلى، وبتعمل ضمور في العضلات وانهيار في صحة الإنسان وخلل في الجهاز العصبي والتنفسي، ونتيجة طبعا النقص الحاد لبعض والتسخين كذا مرة. المية لما بتسخن كذا مرة في الغلاية، طبعا احنا مش بنحط كوباية واحدة علشان خاطر نعمل كوباية شاي، فبنحط طبعا كمية عشان خاطر طبعا الغلاية ما تنفعش تشتغل وهي فيها شوية مية صغيرة، فانتي بتغلي المية كذا مرة. طبعا عملتي شاي، طبعا هعمل شاي تاني، مش هروح اغير الميه، بنتوا بتشغلوا الغلايه على الميه نفس الميه. فالميه دي فيها املاح، الاملاح دي بتتراكم وبتاثر برضو على الكلى،
فكمان لما نعمل شاي او نعمل حاجه لازم نغير الميه كل مره، ما ينفعش نغلي الميه مره تانية. طبعا احنا بنستسهل، بدل ما احنا لسه هنحط مثلا براد على النار ولسه هنستنى لما يغلي وكده، فالغلايه طبعا عشان بتوفر الوقت كلنا طبعا عايزين نستخدمها، فاستخدمت في الاونه الاخيره دي بكثره جدا لانها بتوفر المجهود وتعمل الشاي بسرعه. طبعا واي تيار كهربائي في مكتب في مستشفى تلاقي الناس كلها معاها الكاتل ده كمان في كاتل بلاستيك كله بلاستيك على بعضه، ده طبعا خطر جدا على الصحه. فاحنا يعني نحافظ برضو على صحتنا شويه، يا اما نجيب غلايه كويسه تكون مصنوعه من البايركس، يا اما نستخدم البراد الستانلس ما نستخدمش الالومنيوم. وزي ما اتكلمنا عن اضرارها وعن انها بتسبب السموم والكلام ده للكبار، كمان للاطفال بتبقى حاجة وحشة جدا، لان ده طفل في مقتبل العمر وطبعا الذاكرة بتضعف عنده والادراك، وبتبقى يعني في المدرسة بيبقى مش عارف يركز، وحتى بالنسبة للكبار برضو الذاكرة عندهم بتضعف من تراكم السموم دي في الجسم، ف يعني بيسبب تراجع في مستوى قدراته وبيضر مستقبله طبعا زي ما احنا عارفين. طبعا الغلاية الكهربائية دي مش كويسة لما احنا نعمل بيها للأطفال أو الكبار كمان، فنستخدم طبعا الأدوات الطبيعية في المطبخ الأكثر أمانا يعني زي ما احنا عارفين، والأكثر خطورة لو احنا استخدمنا كمان مية معدنية داخل الغلاية، لأن المية المعدنية دي عارفين انها يعني معالجة يعني متخلصين من بعض المعادن جوه المية، فالمية دي بتميل للحمضية اكتر، ولما بيتحط في الغلاية في درجة الحرارة العالية دي بتؤدي الى ارتفاع تركيز مادة النيكل داخل المية بكميات كبيرة طبعا، وبتزيد احتمالات التسمم والخطورة. وكمان يا حبايب قلبي ممكن برضو الغلايات دي بتأثر على الجلد وبتعمل حساسية لتراكم مادة النيكل في الجسم، طبعا مش كل الناس بيحصل لها الحساسية دي، لكن في ناس كتير بيحصل لها الحساسية دي، بالذات الستات بيحصل لها الحساسية بتاعت الجلد دي. والله أنا والدتي وأختي عندهم حساسية في الجلد، بس ما كنتش عارفة من ايه، لما انا عرفت الاضرار بتاعة الغلاية دي عرفت اكيد من كثرة الاستخدام للغلاية، عشان هما بيشربوا الشاي والاعشاب والحاجات دي كله بيعملوه من الغلاية، فيعني خلوا بالكم لو حد عنده حساسية في الجلد يعرف انه من الغلاية اللي هو بيستخدمها. المفروض مادة النيكل دي بتنخفض في المية المغلية، لكن في الغلاية بتتضاعف، لأن مادة النيكل اللي مصنوعة منها الغلاية بتخلي النيكل يتضاعف جوه المية، ولأن جهاز المناعة بيكون ضعيف بتاع الإنسان فده هو اللي بيسبب حساسية الجلد للمدى الطويل، وفي ناس كتير بتكشف وما تعرفش سببها ايه. فالغلايات اللي مصنوعة من الاستانلس أو الفولاذ أو مواد يعني ما تكونش ضارة للصحة، بس كمان حتى لو مستلس ما يكونش داخل فيها برضو بلاستيك، الخطورة طبعا بتقل فيها وعنصر الأمان بيكون أعلى شوية. وفي بعض الناس طبعا اللي بتستخدم الغلايات على طول برضو بيجيلها صداع وإسهال وتقيؤ، طبعا غثيان مستمر وهي مش عارفة الحاجات دي كلها من إيه. الصداع ده بيبقى بكل أنواعه، فاحنا نحافظ على صحتنا أكتر، نستخدم البراد الاستانلس او نستخدم غلاية صحية تكون بايركس او استانلس كاملة، فان شاء الله كده ان شاء الله ما يكونش فيها اي اضرار. طبعا في حاجات تانية كتير واضرار تانية كتير، بس كفاية كده احسن احسن كده، انا هتعبكم نفسيا من الموضوع ده، فياريت كلنا نحافظ على صحتنا ونستخدم الحاجة الصحية لينا. طبعا ان شاء الله كده يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم، ولا باي حاجه انا خايفه عليكم وعلى صحتكم، حتى انا خفت يعني على نفسي لما عرفت الاضرار بتاعه الغلايه،
فقلت لازم افيدكم بيها. حتى انا زي ما قلت لكم اشتريت البراد الستلس ده مع انه غالي جدا وسعره غالي، بس اشتريته عشان احافظ على صحتي وصحة ولادي. انا بعد كده مش هعمل الشاي في الكاتل خالص. بصراحة جوزي كل شوية مش شاي في الكاتل، لا انا ان شاء الله كده هستخدم البراد اللي انا اشتريته. ويا رب يكون افدتكم والفيديو افادكم. وما تنسوش لايك للفيديو وشير سبسكرايب للقناة. اللي اول مرة يدخل عندي في القناة يشترك ويدوس على زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا على القناة واضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناة، وما تنسوش اللايك والابوني والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.